السلام عليكم، ازاي تتاكد ان في حد اشتغل على الكمبيوتر دوت ونسيبه؟ سواء ممكن يكون هاكر من خلال الشبكه او حد قاعد على الكمبيوتر. كل اللي عليك تدوس علامه ستارت وار اللي هي رن، وبعد كده هتكتب ريسنت اللي هي اخر ملفات انت اشتغلت عليها وتدوس انتر. هيبدا يظهر لك كل الحاجات اللي الناس اشتغلت عليها على الجهاز. خليها بس من خلال الديت موديفايد لاخر ملفات، فانت هتشوف بقى اذا كان في حد شغل فيديوهات او فتح مواقع غير اللي انت اشتغلت عليها بتاريخ معين. انت مثلا كنت سايبه من الساعه 4، لقيت بقى من 4 ل 5 في حاجات اتفتحت، فتبدا تخلي بالك وتحاول تكتشف مين اللي بيدخل على الجهاز بتاعك.